الدورة السادسة والعشرون للماراثون الدولي لمراكش التي تميزت بمشاركة عدائين من مختلف القارات عرفت سيطرة إثيوبية على صنفي الذكور والإناث، حيث نال العداء الإثيوبي تيروني وركنيتيس فلقب بهذه الدورة فيما فازت مواطنته والكينيش إديسا بصنف السيدات. تتويج العداء الإثيوبي جاء بعد قطع مسافة السباق في توقيت ساعتين 8:51. السباق الدولي لمراكش جرى في ظروف ملائمة على مستوى التحضير والمناخ. كنت محظوظا بتتويج بلقب هذه الدورة في صنف الماراثون. كل العوامل كانت في جانبي، الذي كان سعيد جدا بهذا الفوز. حضور العدائين المغاربة في ماراثون مراكش جاء من خلال كل من العالمي الشرقاوي سعيد بزوزي وأهوشر حسن الذين احتلوا على التوالي المراتب 13 و14 و15 في الترتيب النهائي. كما عرف السباق أيضا مشاركة النسوية. اليوم بالنسبة لي جسوي تخي كونتونت على المشاركة، لأن بالنسبة لي مراكش دائما كتكون بوابة عندي بداية السنة، يعني بوابة ناجحة بالنسبة لي. هذا الدورة 26 تعتبر دورة مهمة جدا، لأنه إلى خدينا بعين الاعتبار عدد ديال المشاركين اللي فات 7500، وكذلك النوعية ديال العدائين الكبار اللي هما عددهم أكثر من 75. الماراثون الدولي لمراكش الذي تم اختياره من قبل الجامعة الملكية المغربية للعب القوى كبطولة للمغرب على المستوى الوطني، وقع عليه الاختيار من قبل الاتحاد الدولي للعب القوى كمرحلة مؤهلة للعب الأولمبية بلندن 2012، كما تم تصنيفه من قبل نفس الاتحاد في المرتبة 6 على الصعيد الدولي خلال سنة 2013.